اه ماما، صحابي رايحين حجز كوره. ليه بس يا امي؟ اشمعنى اصحابي يلعبوا كوره وانا لا؟ يوه، ايوه موتوسيكل فيها ايه؟ يوه، اشمعنى اصحابي كلهم بيركبوا موتوسيكلات وانا لا؟ ولا حتى مخدرات؟ يوه. اه ماما، اشمعنى اصحابي كلهم بيتجوزوا عن حب زائف وانا لا؟ يوه. اه ماما، اشمعنى اصحابي كلهم بيسموا ولادهم جعفر العمده وانا لا؟ يوه. اه ماما، دكتور بيقول ما عادش في امل في العلاج، الحمد لله. ليه يا ماما؟ اشمعنى اصحابي كلهم بيموتوا وانا لا؟ يوه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. حلقة النهاردة يا عزيزي عن جينزي. خليني أقول لك يا عزيزي، الآراء بتختلف في تعريف هذا الجيل، بيبدأ من سنة كام وبينتهي عند سنة كام، ولكن بشكل عام المتفق عليه دلوقتي إن هو ده الجيل اللي اتولد ما بين 1999 و 2012، يعني جيل زد هو الجيل اللي عمره بين 11 و 26 سنة، دلوقتي في 2023 عشان ترى بنشوف هذه الحلقة في 2030. بقول لك إيه وأنت هناك بسلم عليك، أبو حميد جيت أسلم عليك ما لقيتكش موجود، بعد الشر عليا. الجيل ده يا عزيزي بيختلف عن الأجيال اللي قبله في حاجة مهمة جدا، بعيداً عن إن جيل بيشكل ربع سكان الارض حاليا، فده جيل معرفش العالم من غير انترنت، اتولد لا الانترنت. دي يا عزيزي قد تظن هي حاجه بسيطه، مش بسيطه يا ابو حميد، مش بسيطه خالص. الموضوع مش بس متعلق انهم قاعدين على تليفوناتهم طول اليوم، لا يا عزيزي، الجيل ده معرفش حاجات كتير، معرفش يعني ايه يقعد يسهر يوم الاحد بالليل على امل ان برنامج العالم يغني يزيه اغنيه لباك ستريت بويز، ولا يعرف يظبط نفسه على الساعه 5 وربع عشان عالم سمسم بعد النشر الفرنسي، ولا يعرف ايه الحياه من غير جوجل. اه يا عزيزي، لو انت من جيل زد فجوجل اكبر منك، بعد كده وانت داخل عليه استاذن قول له بحث من فضلك يا عم، قول له عمه كمان. جيل زد يعني جيل الاختيارات المتعدده في كل حاجه حتى الصداقات. قبل جيل زد يا عزيزي الصحاب كانوا محصورين في ادوار معينه، اللي قاعد جنبك في المدرسه، اللي ساكن جنبك في البيت، قريبك اللي من سنك، طايقهم بقى مش طايقهم دي مش قضيه المجتمع، هو ده المتاح. انما بقى جيل زد قدامه عدد لا نهائي من اختيار الصداقات، يفولو اللي هو عايزه، يفولو باك اللي هو عايزه، يبلوك اللي هو عايزه، يقعد يستوك في هداوه محدش واقف على دماغه، ممكن يلعب ببجي في امريكا وقاعد في اوضته في حلوان. باختصار يا عزيزي، اللي يفرق جيل زد عن اي جيل قبله انه وقع على الدنيا والعالم كله مفتوح قدامه، وكمان اهله عينهم مفتوحه عليه طول الوقت عشان يحموه من العالم الكبير اللي اصبح قريه صغيره. ايه يا ابو حميد؟ ده اصبح محفظه. قد تظن يا عزيزي ان هذا الجيل محظوظ لانه ما تعبش في حاجات كتير زي الاجيال اللي سبقته. جيل اريني يا جوجل، فرجني يا يوتيوب، دلعني يا فيسبوك، اشهرني يا انستجرام، مش ايه زينا. ابو حميد انت مواليد 94، اسكت خالص. عرفت انا يا عزيزي جين واي، فاضل لي درجتين على الزي بس احب اقول لك اه يا عزيزي انت صح، وفعلا الجيل ده ما تعبش زي الاجيال السابقه، بس هل ده يخليه محظوظ فعلا؟ دي بقى يا عزيزي النقطه اللي فيها الكلام. قبل الكلام يا عزيزي اخرج خروج درامي، ارجع اقول لك كل حاجه او ما اقولكش. في الواقع يا عزيزي الدراسات اثبتت ان الجيل ده مش محظوظ زي ما انت متخيل، بل انه من اكتر الاجيال اللي بتعاني من الشعور بالوحده. يا ابو حميد، يعني في عصر الانترنت والفيسبوك والتيك توك والانستجرام العيال دي وحيده؟ ولا ابو حميد اجدادنا اللي كانوا بيقعدوا يحبوا في مشربيات خشب يعملوا ايه عشان لا محد الله ورا المشربيه حبها؟ دول ما كانوش حاسين بالوحده؟ الجيل ده منعزل اجتماعيا عن اي جيل سبقهم كان في سنهم. غير يا عزيزي ان بعض الاحصائيات بتقول ان اللي بدا يدخل الجامعه من الجيل ده او حتى اتخرجوا وبداوا يشتغلوا مش مستعدين للشغل ولا للتعامل مع زمايلهم في مكان العمل، ما بيشتغلوش تحت الضغط. بشكل عام تم وصف الجيل ده ان هو شبه رقاق التل، تعبير عن الهشاشه سنوفليكس وعدم القدره على مواجهه الحياه الواقعيه. الكاتب وعالم النفس الامريكي جوناثان هايت بيوصف جين زي انه جيل لديه معدلات عاليه بشكل غير طبيعي من القلق والاكتئاب وايذاء النفس والانتحار. وصف الوضع اللي بيمر بيه جيل زد في امريكا انه يعد ازمه وطنيه، ناشونال كرايسيس. ولكن السؤال هنا بقى، هل جيل زد طلع بهذا الشكل عشان مستهتر او متدلع زي ما بيشاع؟ لا يا عزيزي، ان هناك اسباب مهمه ورا ده، وعشان نفهمها اسمح لي اخرج خروج درامي وارجع تاني. في سنة 1969 في كتابه Between Parent and Teenager، أو بين الآباء والأبناء، استخدم عالم النفس الأمريكي حييم جينوت مصطلح الآباء الهليكوبتر أول مرة، وكان بيوصف بهذا المصطلح النوعية من الآباء اللي بيراقبوا ولادهم وهم بيعملوا كل حاجة، محاصرينهم في كل تصرفاتهم ويفضلوا حواليهم طول الوقت بيحوموا زي طيارة الهليكوبتر. في الفترة دي كان حييم بيوصف بعض الآباء وبيحذر من خطورة النوع ده من التربية عند بعض الناس، ولكن مع الوقت ابتدى يتم استخدام هذا المصطلح على نطاق واسع لحد ما
يسموه في قواميس اللغة الإنجليزية ويبقى مصطلح إنجليزي، مصطلح متفق عليه لغويا وبيعبر عن الآباء اللي بيحاولوا يسيطروا ويحموا أولادهم أكتر من اللازم بالتدخل في كل تفاصيل حياتهم وخصوصا التعليمية منها. في الأساس المصطلح ده ظهر عشان يوصف بعض الآباء من الأجيال القديمة، بالأخص من اللي اتولدوا بين الأربعينات والستينات، وكانوا آباء بيتصرفوا بشكل مبالغ فيه في حماية أطفالهم وبيتدخلوا في كل حاجة. ولكن مع الوقت اكتشف علماء النفس إن هذه الظاهرة بتزيد مش بتقل، وفضل تتضخم ويتم تورثها من جيل لجيل لحد الوقت اللي انضم فيه هذا المصطلح إلى القاموس. السنين اللي قبله كان هذا المصطلح في ذروة استخدامه بين الأطباء النفسيين. في الوقت ده جزء كبير جدا من جيل إكس كان بدأ يخلف ويربي. مش عايز أقطع كلامك، بس إيه جيل إكس؟ جيل إكس ده يا عزيزي بيعرف على إنه الجيل اللي اتولد في منتصف الستينيات وحتى منتصف الثمانينات. اللي يهمنا في جيل إكس هو إن ده أكتر جيل اتقال عليه مصطلح الآباء الهليكوبتر، وإن ده جيل آباء جيل زد، بالإضافة لبعض من جيل الألفية اللي هيكون عندهم دلوقتي أصغر أطفال من الجيل زد. الأجيال دي يا عزيزي اللي هم جيل الآباء بقى عندهم رهبة ملحة لحماية أطفالهم أكتر من اللازم، وده لأسباب كتير. مثلا هناك أسباب اقتصادية، في خبراء اقتصاديين بيقولوا إن الفرق بين الطبقات الاجتماعية يخلي الآباء عندهم رغبة زيادة في حماية أولادهم، وده بيظهر في البلاد اللي فيها فروقات كبيرة بين الطبقات الاجتماعية بالأخص فيما يتعلق بالتعليم وتدخل الآباء في تعليم أولادهم بشكل مبالغ فيه. ده غير الضغط النفسي على الأطفال عشان يحققوا نجاحات أكبر بكتير من قدراتهم، ودفعهم في الاشتراك في نشاطات أكبر بكتير من طاقتهم. تلاقي عزيزي والله العيال شغالين فول تايم، الواد يصحى الصبح من حق الشهود صباح الخير توب أمه واخدارة مياه في المدرسة، يقعد لحد الظهرية يا دوب لسه بيفوق، ويخش اليوم يروح ياخد له نصاية نوم يلاقي أمه واخدة من أفهامه وديها النادي، حاجة له بقى مركز جناح في تيم البراعم، بعد كده تاخده تمرين التايكوندو والكاراتيه والكونج فو والكيك بوكس والملاكمة والمصارع الروماني والجمباز والسومو، وبيضرب فيهم كلهم حتى الجمباز. والله يا عزيزي العيال تحس إن هي بتشتغل فول تايم الصبح وبعدين تنزل بار تايمات. يخلص الواد التمارين دي كلها بياخد نفس وبقى عايز ياخد شاور من كتر العرق والضرب والدم، تقوم امه مدياله شادوت في حمام السباحه ويقعد يغرق، والمدرب بقى يقعد يزعق فيه. بهدله بهدله بقى، عندنا توقعات كبيره قوي من عيالنا، بموت يا ماما بغرق، يلا 200 فراشه يلا يا ماما. يخلص من دول يلحق بقى درس البيانو، ما بقاش موسيقي طبعا، يجي تاني يوم يروح المدرسه فيفاجئ انه بيعاقبوه عشان ما حلش الواجب. هيلحق امتى؟ ما في مشروع بطل اولمبي وعمر خيرت كان بيتعمل امبارح. يفضل هذا الجيل في حاله دائمه من المنافسه، مش بين الطلاب بس، ده بين ابائهم، مين اللي ابنه هيجيب درجات اعلى من التاني، مين اللي هيدخل مدرسه انترناشونال، وازاي ابن نجوى بيقول على الشنطه باج وانت بتقول عليها كيسه. كمان السن وعدد الاطفال ليهم عامل في الموضوع ده. عالم النفس الاجتماعي المثير للجدل جوردن بيترسون، الراجل ده عزيز بيثير الجدل بشكل ما اقولكش عليه، بيعمل ايه يا ابو حميد؟ بيعمل له كده اهو. الراجل ده عزيزي بيقول احد اهم الاسباب اللي خلت جيل زد ابائه عندهم رهبه ملحه في حمايتهم انهم مش كتير. اه يا عزيزي مثلا تلاقي جدك زمان كان مخلف له 7 ولا 8، تقولش ايرلينج هالاند، هو وجدتك هيحلقوا على مين ولا مين فيهم؟ انت كده مش محتاج هليكوبتر، انت محتاج اف 16 عشان ترصد تحركاتهم وتحميهم وتذاكر لهم وتراقب مراقبتهم وتتابعها اول باول. انما دلوقتي ممكن تكون انت واخوك او انت واختك، التركيز هيكون عليك، مفيش غيرك في البيت. اما السبع عيال وال10 وال12 عيل هم اصلا اللي بيربوا بعض، الكبير بيشيل الصغير. كمان حاجه تانيه، تاخر سن الجواز سبب مهم. يعني مثلا تخيل معايا زمان ام عندها 17 ولا 18 سنه هتراقب طفلها ازاي وتحميه وهي اصلا طفله محتاجه اللي يحميها؟ وقتها عند هذه الام الصغيره ممكن يكون متوقع بعض الاهمال في التربيه، وفي نظر جوردن بيترسون هذا الاهمال اهمال مفيد، يوسفولي نيجليكتفول، يعني هتسيب طفلك ما تاخدش بالك منه شويه، ما اقولكش ارميه في الشارع بس اسرح عنه، هيعمل حاجه غلط فيعرف انها غلط، هيتعلم من اخطائه، هيقع، هيتعور، هيعرف يعني ايه اخطاء، هيعرف يعني ايه عواقب. طبعا يا عزيزي هو مش بيقول ان الاباء هتهمل ابنائها، هو يقصد المساحات الصحيه اللي لازم الاباء يدوها للابناء. انما لما يكون الاب او الام عندهم 30 سنه فما فوق ويجيوا طفل واحد او طفلين، فانت كده اللي على المسرح يا معلم، واقف بطولك ومفيش غيرك، والاب عندك هنا شخص كبير فوق ال 30 عنده وجهات نظر في الحياه وما عندوش غير طفل ولا طفلين بس، قرا كل كتب التربيه الحديثه وشاف كامل العدد والهرشه السبعه وكل دراما تمكين المراه، وجاي بكل هذه المعرفه يطبقهم عليك يا مسكين يا جنزي. واحد يقول لي ابو حميد جوردن بيترسون مين وهباب ايه؟ الحمايه ازاي ده حاجه مهمه يا ابو حميد، العيال لازم نحميها، مش ولادنا يا اخي، مش ولادنا. هموت واعرف انت عندك كام سنه، اصل انا عندي الاحصائيات بتاعت متابعين برنامج الدحيح، انا عارف كويس ليه اداك مسرحي. طبعا يا عزيزي الحمايه زياده مهم، ولكن بعض علماء النفس بيشوفوا انها لو تخطت حد معين قد يكون ليها انياب وتعضك في استقلاليتك وفي ثقتك في نفسك. لان يا عزيزي في فرق كبير بين اني احمي حد بحبه من مخاطر الحياه وبين اني معرف
يعرفوش اساسا ان هناك مخاطر، بخوفي عليه اعزله عن العالم الخارجي فما يشوفش القسوه، ما يشوفش الناس الوحشه. خد بالك عزيزي، هذه الحمايه حمايه مزيفه، لان يستحيل اي اب او ام يحموا عيالهم للابد. مش معنى ان الاهل معاهم فلوس او حياتهم الماديه كويسه انهم يخلوا حياه ابنائهم اسهل بشكل مبالغ فيه، لدرجه انهم يعزلوهم عن الواقع والناس والطبقات المختلفه عن المجتمع، لان كده كده في وقت من الاوقات هيحتك بكل ده. ولك عبره في مسلسل ميزو سمير غانم وفيلم اتش دبور وفيلم ابن عز والوصيه، ساعتها مش هيكون عند الولد الاليات النفسيه اللي يعرف يتعامل بيها مع هذه المعطيات. وعلى راي زميلي محمد طارق، لو خايفه على ابنك وعايزه تحميه ارميه للشارع، خلي الحياه تربيه. معرفش ليه يا عزيزي عملتها احمد ماهر شويه، بس حاسس اني مبسوط. احد الاسباب الرئيسيه في شعور جيل زد بالهشاشه النفسيه والحساسيه الزايده هم الاباء المتحكمين اكتر من اللازم، اللي بيحوموا حواليهم في كل خطوه في حياتهم، وان مراهقين الجيل ده اللي دخل جامعه منهم بيكافح عشان يتاقلم فيها، خاصه اللي بيضطروا ان هم ينفصلوا عن اهاليهم وقت الجامعه، لان في الجامعه وفي سوق العمل الموضوع مختلف. انت دلوقتي المفروض شخص ناضج ومسؤول عن نفسك، وده بيكون صعب على الناس اللي اتربت تحت ايد اباء متحكمين وبياخدوا كل قراراته بداله. بمجرد ما يتخيل حد من الجيل ده ان هيكونوا في وضع هم مسؤولين فيه عن كل نتائجه لوحدهم تماما، بيقلقوا وبيتضطروا، والالفاظ اللي كان الاهل بيسدوا ودان ابنهم عشان ما يسمعهاش ومش بيخليه يلعب في الشارع عشان ما يتعرض لهاش، ممكن بسهوله اي حد في الشغل يسمعها له. هنا الواد لازم يبان صامت قدام كل ده. يعني ما ينفعش عايز تبقى راجل كبير او ست كبيره ومن اول تنشنه تروح تقعد في الحمام، ما تروح تقعد في المكتب، في استطلاع راي اتعمل على اكتر من 12000 موظف، موظفين من جميع انحاء العالم، اتضح ان الموظفين الجداد من جيل زد اللي بقالهم سنه او سنتين في الشغل، خد بالك يا عزيزي ان دول كمان قضوا اخر فتره دراستهم في الجامعه معذورين عشان الكورونا. 91% منهم بيحسوا بالتوتر الشديد في الشغل في المكان نفسه، وبيتعب جدا عشان يقدر يتاقلم مع زمايله. التوتر ده بيسبب لهم اجهاد نفسي وجسدي طول الوقت، وكتير منهم بيسيب الشغل لسه يا عزيزي من اول سنتين. اما بقى بعد ما يبقى اولاد الشركه يحسوا بايه؟ يعني تخيل تستقيل من اول سنه في الشغل عشان مش مرتاح نفسيا، ولما المدير يسالك انت مشيت يا ابني من الشغل ليه؟ تقول له الشغل مرهق وحضرتك لمؤاخذه توكسيك ومكاتب الشركه بحسها مدرجات الاهلي من كتر ما انا شايف ريد فلاجز، وانا بصراحه عايز انورمالايز فكره الاستقاله. بينما عزيزي بقى على الجانب الاخر، المراهقين اللي اتربوا مع اباء ادوا لهم جزء من حريتهم واستقلاليتهم وساعدوهم ان هم يختاروا اختيارات مصيريه في حياتهم، شخصيتهم بقت اقوى واظهروا قدره اكبر شويه في الاندماج مع العالم الواقعي حواليهم والتاقلم معاه مع نفس الناس اللي في سنهم واساتذتهم في الجامعه ومديرينهم. اليزا فيليبي خبيره دراسه الاجيال ومؤرخه علم القيم المعاصره، خلي عزيزي مؤرخه علم القيم المعاصره ده بيان، دي جمعيه القيم المعاصره. الست دي كمان بتشتغل مستشاره للشركات الكبرى في العالم، بتنصح ازاي يتعاملوا صح مع الموظفين بتوعهم، بتوصف مكان الشغل بالنسبه لجيل زي انه مكان مخيف، ابسط المشاكل اللي في الشغل بتواجههم بيتعاملوا معاها على انها معاناه نفسيه، مع ان دي ممكن تكون ظروف عمل مثاليه لاجيال اكبر منهم في السن. جدك عامل مناجم الفحم ده لما يشوفك قاعد بتعيط لي على البين باج وانت حزين عشان مش عارف تطلع كرييتيف ايدياز، هيجري وراك بالفاس. سؤال هنا يا عزيزي، هل الاب والام المتحكمين اللي بيحاصروا ولادهم هم السبب الوحيد في العزله والهشاشه اللي بيحس بيها جنزي؟ لا طبعا يا عزيزي، هناك اسباب ثانيه. امال انا بسال السؤال ليه؟ ما لو مفيش اسباب ثانيه مش هسالك، كان زمان قفلت الحلقه ونزلت التترات. ده بقول لي يا عزيزي، جنزي ده اول جيل يفتح عينه على الحياه يلاقي فيها الانترنت، تليفونات سمارت وسوشيال ميديا، وده زي ما خلاهم متميزين في سرعه التعلم على الكمبيوتر والمهارات بتاعته، ما شاء الله عفاريت، وبقى عندهم قدره اكبر على استكشاف العالم من ورا شاشات تليفوناتهم. الجيل ده يا عزيزي وجودهم على السوشيال ميديا بيخليه يصعب مثلا يكون وسط تجمع اجتماعي، لان على عكس السوشيال ميديا ما اقدرش اعمل ليف جروب، ما اقدرش اعمل لوج اوت في اي وقت انا عايز، ما اقدرش اعمل رياكت وانا مكشر انجري، لازم اضحك بصوت عالي وافتح بقي عن النكته السخيفه اللي قالها جوز عمتي. ايه اللي مره واحد راح عزة رجع مديحه؟ دي نكته متحلله، دي نكته متفسخه. خلاصه عزيزي الامر ان جيل زد بدل ما يعتمدوا على نفسهم او يعتمدوا على اهليهم اعتمدوا على الانترنت، والانترنت الحياه فيه سهل تعمل حاجات انت ما تقدرش تعملها في السياقات الاجتماعيه الحقيقيه. حتى عزيزي مكالمات التليفون اللي لسه البشريه بتعتبرها ثوره، وانا لحد دلوقتي لسه بنبهر ان انا بكلم واحد صاحبي في امريكا وانا في مصر والكلام بيوصل له حالا وبيرجع لي حالا. جين زي اتولد لقى العالم كده، بتقولوا ايه؟ جيل زي بيكره التقنيه دي اصلا، الدراسات اثبتت ان هذا الجيل ما بيحبش يجيله اتصالات. انا كمان يا عزيز، فكره مفيش جيل اساسا بيحب يجيله اتصالات. ليه تتصل بيا؟ تبعت لي رساله؟ افرض مشغول بلعب جيم، الرساله هشوفها في اي وقت وارد عليها في اي وقت، وكمان هفكر قبل ما ارد عليها، دي حاجه مهمه عشان اشوف الاعذار اللي هتخليني اتاخر في الرد عليها، ولو رساله صوت تقدر تسرعها تسمعها في نص مدتها وبرده ترد وقت ما انت عايز او ما تردش. لكن جيل زد بيشوف المكالمه التليفونيه حاجه تقيله على القلب، حاجه بتوتر. مشكلة يا عزيزي ان هناك بارادوكس، عارف ايه هو هذا البارادوكس؟ ان هذا الجيل زي ما قلنا اكتر جيل حاسس بالوحده، الوحده اللي هو اكتر واحد مستفيد منها وحاسس انه مرتاح فيها. وعدل يا عزيزي تخليك تتعاطف مع هذا الجيل مش تهاجمه، ده جيل شعوره بالوحده قاده انه يشارك كل تفاصيل حياته على مواقع السوشيال ميديا الى الابد.
في كتابها نهاية النسيان بتقول الكاتبة كيت إشهورن إن الأزمة الحقيقية للعصر الرقمي ليست اختفاء الطفولة، بل هي أشباح الطفولة التي لا يمكن نسيانها أبدا. في الكتاب ده الكاتبة بتقول إن الأطفال والمراهقين اللي نشأوا في عصر السوشيال ميديا هيتحرموا من نعمة مهمة جدا يا عزيزي، وهي النسيان. نسيان أبو حميد دول قالوا عن النسيان نعمة من مليون سنة، محمد حماية 2010. النسيان نعمة خاصة في لحظات كتير فترة المراهقة اللي بتكون من أصعب الفترات اللي بتمر على الإنسان من كتر الهرمونات اللي مالية جتته ونفسيته اللي على طول تعبان وشنبه وشعر رجله وصوته، بتكون ثقته في نفسه مهزوزة وأكثر حساسية. تخيل بقى لما المراهق ده يكون من جيل زد ويكون كمان كل تفصيلة من طفولته ومراهقته متسجلة ومعروضة مشاعر الناس نفسية، مخك جدع وبيحجب عنك أحيانا مواقف محرجة وأيام صعبة وليالي كئيبة سهرت عيطت فيها، ولكن إبهامك مش جدع. السوشيال ميديا اللي الجيل ده قاعد عليها طول النهار يصور نفسه وهو بيعيط أو يطلع لايف وهو بيحاول يأذي نفسه. عالمة النفس الأمريكية جين توينج واللي تخصصها دراسة كل جيل وتحديد الفروقات بينهم كتبت كتاب اسمه I Gen Why Today's Super Connected Kids Are Growing Less Rebellious More Tolerant Less Happy And Completely Unprepared For Adulthood And What That Means For The Rest Of Us. خليني عزيزي أترجم لك. جيل I، لماذا الأطفال المتصلين بالإنترنت بلغوا وهم أقل قدرة على التمرد، منفتحين ولكنهم أقل سعادة وغير مجهزين بالمرة لمرحلة البلوغ، وما معنى ذلك لبقية الناس؟ ده عزيزي مش كتاب، ده ديسريسبكت. الكاتبة كانت شايفة ان هذا الجينيريشن الاي جين اللي هو احنا بنتكلم عنه جيل زد من 95 ل 2012 تقريبا، سقطت تاني مش عارف اخش جيل زد في اي تصنيف 94. من اهم الحاجات اللي ركزت عليها في الكتاب وفي ابحاثها حاولت تسلط الضوء عليها هو الاكتئاب الحاد والشديد اللي بيجي للجيل ده بسبب السمارت فونز ووسائل التواصل الاجتماعي. عشان كده مش غريب ان انت تلاقي معظم الميمز اللي بيشيرها المراهقين على مواقع التواصل الاجتماعي عن الشعور بالوحده والاكتئاب والفشل العاطفي. خليني اقول لك يا عزيزي ان واحده من انجح نوعيات الحلقات في البرنامج هي الحلقات اللي بتخاطب هذا الجيل وبتتكلم معاه في حاجات تخص صحته النفسية. أكتر ميمز منتشرة لهذا البرنامج مش الميمز اللي بنهزر فيها وبنتريق وهاهاها وكل هذا الكلام، أكتر ميمز حاجات عن الوحدة، حاجات عن اكتئاب الرجالة واكتئاب الستات وعلاقة الناس بأهاليها والعزلة والعلاقات. دايما يا عزيزي ألاقي نفسي على تيك توك محطوط لي شاشة أبيض وأسود وإليسا بتغني ورايا، بلاقي نفسي كمان يا عزيزي بقول كلام ما قلتوش، أنا على تويتر بقول كلام أنا ما أعرفش عنه حاجة. إيه الحزن أفضل هدية يقدمها الإنسان لذاته؟ انا ما قلتش كده، ما انا قاعد بتعشى في بيتنا وباكل ومبسوط. ايه ده كمان يا عزيزي؟ نسبه كبيره في استطلاعات الراي من هذا الجيل بيقولوا ان هم مش عايزين يتجوزوا. فكر فيها، الناس مش مستحمله الشغل، هتبقى عايزه تتجوز ازاي؟ في فيلم تسجيلي عن المراهقين في اليابان اسمه نو سكس بليز وي ار جابانيز. في الفيلم ده بيتكلموا مع المراهقين وبيشوفوا حياتهم العاطفيه عامله ازاي. اكتشفوا ان كتير منهم بيفضل ان يكون عنده حبيبه على السوشيال ميديا في الواقع الافتراضي، مش شرط حتى تكون بني ادم، ممكن يحب انمي، وان ده احسن له انه يخرج للعالم الخارجي ويحب ويتعرف ويتجوز. مراهقين كتير كمان يا عزيزي بقوا خايفين من فكره التعلق. الحمد لله عزيزي ما حضرتش هذه الفتره، كنت زمان مش عايز ارتبط في الحياه وبحب خوخه. الخلاصه يا عزيزي المشاهد الجميل اللي اكيد محتار وحاسس ان انا جد وقاسي على الجيل الجديد وبقول السوشيال ميديا والاكتئاب والناس ماسكه موبايلاتها، الحقيقه يا عزيزي ان انا لا بنتقد حد ولا بمجد في حد، انا بنقل لك ما يقوله الناس في المجتمعات العلميه والاكاديميه اللي بيدرسوا هذا الجيل زي ما بيدرسوا اي جيل قبله واي جيل بعد. دي بعض الظواهر اللي احنا بنلاحظها في هذا الجيل. قد نكون قصينا على هذا الجيل في هذه الحلقه شويه، ولكن يجب ان احنا لا ننكر ان هذا الجيل جيل ذكي جدا، عنده قدره ان هو يبقى اكثر انتاجيه من الاجيال اللي قبل كده، عنده قدره ان هو يبقى متسامح اكتر من الاجيال اللي قبل كده، عنده قدره انه يبقى بادئ شغله بدري اكتر من ناس كتير، قادر ان هو يعلم نفسه في اي وقت وباي طريقه، قادر يتواصل مع العالم كله، عنده مرونه في تغيير كاريره وتغيير افكاره واعتقاداته مش عند الاجيال اللي قبل كده. فاحنا في هذا البرنامج عايزين نقول ان هذا الجيل له ما له وعليه ما عليه. لا عايزين نقوله عزيزي ان الجيل ده زي اي جيل، في صفات كويسه وفي صفات وحشه، وفي صفات احنا شايفينها كويسه بس هي وحشة، وفي صفات احنا شايفينها وحشة بس هي اكشلي كويسة. ووارد ان في قاعدة ما بعد عشرات السنين يبقى في قاعدة ثقافية كلها اكاديميين مرموقين بيقولوا يا سلام فين ايام الجنزي وحلاوة الجنزي وكتاب الجنزي والسوشيال ميديا، ده احنا ما شفناش خير من بعده. بس كده يا عزيزي، اخيرا وليس اخيرا ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجديدة، تنزل تبص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب تشترك على القناة. واحد يقول لابو حميد على فكرة انت هليكوبتر يوتيوبر. ليه يا عزيزي؟ لان انت دايما بتخاف على المشاهد بتاعك قوي. حصل. يا عزيزي انا ما يجيليش نوم لو المشاهد بتاعي في خطر. لا لا لا، وبتفضل ابو حميد على فكره تدلع في المشاهد بتاعك، بتفضل تقول له انت قوي وانت جامد وانت حلو وانت طيب وانت امور، وتفضل تطبطب عليه وتهشتكه وتدلعه. ما طبعا لازم المشاهد بتاعك يطلع دلوع، مش قادر يشوف برامج تانية ويعرف ان العالم فيه يوتيوبرز تانيين. بالظبط كده يا عزيزي، انا بالفعل هليكوبتر بيرنت ولكن ما كنتش اعرف.